وفي هذه الفقرة نستضيف ملكة جمال المغرب لعام 2017. جاتنا اليوم من مدينة فاس وشرفت بلاتو صباحية دوزام. مرحبا بك. شكرا سميرة العوني. شكرا لتلبية الدعوة صباحية دوزام. ربي يخليكم، انا فرحانة اليوم حيت معكم. الله يبارك فيك، احنا اللي فرحتينا اكثر. احنا بغينا نتعرفوا على هذه التظاهره بعدا، وعلاش وشنو هي المعايير ديال اختيارك ملكه الجمال، وكيفاش مرات هذه المسابقه وكيفاش بدات؟ اولا مسابقة هي من مؤسسة عالمية ديال الدكتورة سوسن السيد، عندها فروع في عدة دول عربية وأوروبية، وجات المشاركة يعني درت كاستينغ سوغ انترنيت وابخي في سكايب، ومن بعد تأهلت النهائيات اللي كانت تتوج بلجيكا. واو، يعني كانت مشاركة عالمية لفتيات من العالم؟ كانت من العالم، كانوا اختاروا يعني من كل دولة اختاروا ملكة جمال. يعني انا ديجا كنت ميس ماروك يعني، وتختاروني ك يعني كملكة جمال المغرب، ومن بعد صافي يعني دفعت وتقدمت الحمد لله. دونك هذا هو هذه العلاقه اللي عندك مع بلجيكا، لان انا كنت في الديار البلجيكيه، وكاين تما كاين واحد الجاليه كبيره ما شاء الله ديال المغاربه تما، وهضروا لي بزاف عليك، ويعني وجاتني الفكره انني نستضيفك ونعرف علاش بلجيكا. وانت فاس في الاول كانت تسحب لي، انت مقيمه في بلجيكا، اذا المسابقه النهائيه ديالها كان النهائي كان في بلجيكا، يعني كانوا اختاروا من كل دوله ملكه، ومن بعد كانوا الملكات كاملين ومشاو لبلجيكا وتم التتويج. واخا شنو هو المستوى الدراسي ديالك امينه؟ باك بلس 4. تبارك الله. 4 اي اختصاص؟ اختصاص ديال اسيستون دو لا ديريكسيون جينيرال، او ميم طون درت دوره تدريبيه في التنشيط الاذاعي. واو، يعني نقدر نشوفك شي مره في اذاعه الفازه مريم. انت باقا صغيره، هي عندك 22 عام ما شاء الله، والمستقبل باقي مفتوح قدامك. شنو هي المشاريع ديالك، وشنو خولات لك هذه المسابقه يعني من جديد في الحياه ديالك؟ المشروع ديالي هو اول حاجه درت سينجل اللي سميتو انا برينسيسا، وكذلك عندي مشروع ديال مسابقه ملكه جمال سندريلا الشمال اللي كنت درتها في شهر 11، كانت في الشاون، وحاليا ان شاء الله كنوجد الدوره الثانيه، وكنوجد كذلك فيديو كليب ان شاء الله عن قريب. واخا، شنو هي المعايير اللي خذتها هاد المؤسسه العالميه اللي قلتي باش تختار الملكه ديال الجمال ديالك؟ كتكون اول حاجه الثقافه والاخلاق واسلوب الحوار وكيفاش كتعاملي، وخاص يكون عندك واحد المشروع يعني اللي كتخدمي عليه طيله السنه، وكذلك خاص يكون عندك واحد الالمام بالعمل الجمعوي والعمل الانساني. وانت تديري العمل الجمعوي؟ طبعا كندير العمل الجمعوي، وعندي جمعيه في مجموعه، يعني ماشي منحصره يعني في واحد الجانب. تقريبا كنمشي لحملات تبرع بالدم، كنزور يعني خيريات ديال العجزه ولا الايتام. وشنو هي يعني كيفاش تشوفي المستقبل ديال امينه العوني ان شاء الله، لا مهنيا ولا جمعويا؟ ان شاء الله يكون زوين. اكيد هادشي اللي تنتمناو لك. يعني واش غادي تخدمي اكثر المؤهلات ديالك فيما يخص ملكة الجمال، ولا التكوين الاكاديمي ديالك؟ لا، انا باغا ان شاء الله ندخل الدومين ديال الغناء، باغا نكمل فيه ان شاء الله، كذلك الفني، وكذلك نكمل في المسابقه اللي درت. المسابقه ديالي ان شاء الله نكبرها ان شاء الله. الدور ديال العائله ديالك امينه العوني في هذه المسابقه هذه، واش دعمتك واش شجعتك، واش كان هناك شروط باش تقدري تولجي لهذه المسابقه؟ صراحه عائلتي دعموني بزاف، يعني كنشكرهم، والدي يا ربي يخليهم ليا يا ربي، وكذلك هما ديما كيدعموني. بلا كان عندهم واحد المشكل في الاول، كان واحد التخوف بحكم ان كيسمعوا ملكه جمال، يعني كيكون عندها واحد المعايير كاوروبا، يعني كيلبسوا مايو ولا شي حاجه. دونك هذه المؤسسه العلميه خدات بعين الاعتبار المجتمع ديالنا، وبطبيعه الحال انا يعني انا ما تخليتش على المبادئ ديالي وكوني مغربيه يعني في الاول وفي الاخر. الله يبارك لك. شكرا لك، تلبيه دعوه صباحيه دوزام.